مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت. انا محمد ابو سليمان ومعايا صديقي اسماعيل راضي. اهلا بيكم في The Cinematology Podcast اللي كل اسبوع بنختار فيلم عظيم من تاريخ السينما المصرية والعالمية عشان نفصصه وندردش فيه. قبل اي حاجة عايز اعتذر عن صوتي اللي رايح خالص، عندي دور برد سخيف مش عايز يروح، فمعلش. بس انا قلت ايه، The show must go on زي ما بيقولوا، احنا وعدناكم ان احنا كل اسبوع هنتكلم، فما كنتش عايز اكوع من رابع اسبوع ولا من تالت اسبوع، فاستحملوني شوية ويلا بينا. وازيك يا سمعة؟ ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ يا سولي ازيك؟ الف سلام عليك، الف سلام عليك. الله يسلمك. الظاهر في دور برد ماشي في العالم كله دلوقتي. ما انا برضو نفس الكلام، برضو عندي كده برضو زي سور ثروت بسيط، بس يعني بتعافى منه يعني. ألف بس انت واضح ان صوتك تعبان فعلا، بس الف سلام عليك، الف سلام. ربنا وزي يخليك. ما انت قلت، ده شو ماست جو اون. انت وعدت جمهورك ان انت هتطلع كل يعني كل اسبوع، فبنحاول نلتزم بكده يعني، وفي وسط مشاغل الحياه، لكن كله علشان يعني جمهور سينماتولوجي والناس اللي بتبقى انترتين بوجودك وبالحلقات الجميله والحاجات الحلوه اللي انت بتعملها. ربنا يخليك. انا وانت يا صديقي، انا وانت، الله يخليك، الله يخليك. وسعداء جدا بالفيدباك وتعليقاتكم على الحلقات اللي احنا عملناها طبعا اوريدي، ودايما طبعا طبعا ودايما نحب نسمع منكم يعني ترشيحاتكم الافلام اللي نتكلم عليها. بيطلبوا افلام صعبه قوي قوي يعني يعني حاجات لازم الواحد يتفرج عليها ويذاكرها يعني. احنا انا بعتبر نفسي في الاول في الاخر هاوي، فبيطلبوا حاجات ايه يا جماعه، ده ما تنقوا حاجات سهله شويه. ما احنا بنسخن واحده واحده، نبتدي بالحاجات بالظبط بالظبط الحاجات المينستريم المعروفه، وبعدين هنخش بقى في التفاصيل التانية يعني. بالظبط، لان فيلم النهارده فيلم تقيل الحقيقه، فيلم تقيل جدا. بالظبط، فيلم النهارده طبعا هو فيلم الهروب، انتاج سنه 91، اخراج عاطف الطيب، قصه مصطفى محرم، سيناريو حوار بشير الديك. وصححني لو انا غلطان، لان في احاديث ان في حاجات مختلفه يعني، حد كتب ومحدش كتب. شويه وبطوله طبعا احمد زكي، عبد العزيز مخيون، محمد وفيق، هاله صدقي، زوزو نبيل اللي يعني عايز اتكلم عليها جدا في عظيمه، الدور ده. ابو بكر عزت، حسن حسني، كاست مرعب، هاله صدقي طبعا. بالظبط، كاست رهيب وقصه رهيبه ومزيكا رهيبه من مودي الامام. ففيلم فيلم فعلا تقيل تقيل تقيل، ومهما الواحد يتفرج عليه بيكتشف حاجات جديده وبيحس بفخر فعلا ان هي دي السينما المصريه بتاعتنا. عارف لو انت متفرج تقول الله الله على السينما المصريه بتاعتنا. تخيل في سنه واحده، سنه 91، يطلع فيلم الهروب وفيلم الكتكات واللعب مع الكبار. ده ايه العام العظيم ده؟ بالظبط. انت مره عملت كده حلقه حلوه قوي، ايه هو اعظم يعني اعظم سنه في تاريخ السينما، فقسمتها في كل ديكيد، وانا مش فاكر في التسعينات كنت انت اخترت ايه. كان هو ده قضيه بتقول 91. 91. مش ممكن، مش ممكن سنه واحده فيها ثلاث افلام يعني، الثلاثه الكبار. معرفش انا حتى نور الشريف عمل ايه في السنه دي، بس الثلاثه الكبار عملوا، كل واحد فيهم عمل كارثه من الاخر كده، كارثه كارثه. لا، افلام رهيبه، وكان في افلام تانية كمان. اسمه ايه، طبعا شمس الزناتي نزلت في نفس الفيلم، هو فيلم برضو ايه طيب جماهيريه يعني رهيبة. عادل امام في سنه واحده يعمل شمس الزناتي ويعمل لا مع الكبار، يعني مش ممكن. ايه الانتاج الغزير ده، وانتاج غزير متميز، مش اي نحت يعني، استخداما للتعبير الحديث يعني، انتاج متميز، افلام بيبذل فيها مجهود. بالظبط بالظبط. تعال نبتدي باول واحد في الليسته بتاعتنا، عاطف الطيب. كلمني عن عاطف الطيب، طيب. وماذا يعني لك هذا المخرج العظيم في تاريخ السينما المصريه؟ الحقيقه عاطف الطيب، انا يعني انا برضو مش هانكر واقول ان انا يعني سينمائي او يعني سينفيل زي ما بيقولوا، محب للسينما من زمان، محب للسينما بطريقه سطحيه الى حد ما، ولكن انا كنت بحفظ كده اسامي المخرجين، فلاحظت ان هذا الشخص بيتكرر اسمه في افلام مع ناس تقيله جدا، وافلام كلها افلام علامه. كل افلامه اللي انا شفتها في وقت انا ما كنتش عارف قيمته الفنيه،
كلها افلام حلوه وانا بحبها من قبل ما اقدر قيمته الفنيه. ما اعرفش انا قدرت اوصل المعنى اللي عندي ولا لا. يعني مثلا في فيلم مره انا شفته عجبني جدا، طلع هو اول افلام، فيلم اسمه الغيره القاتله، شفته زمان جدا وعجبني قوي قوي قوي، فيلم التخشيبه بتاع احمد زكي ونبيل عبيد، فيلم حلو جدا انا بحبه جدا من قبل ما اعرف ان يعني اهميه عطف الطيب. نفس الكلام سواق الاتوبيس، فلما ابتديت بقى لما الراجل مات وابتديت بقى انا ابقى يعني واعي للسينما اكتر واركز في تفاصيل اكتر، اه لا ات ميك سنس يا جماعه، الراجل ده كان راجل غير عادي، شخصيه غير عاديه، مخرج غير عادي، ليه رؤيه فنيه غير عاديه. هو ده يعني عطف الطيب بالنسبه لي. للاسف يعني انا يعني فهمت قيمته يعني بعد لما للاسف هو رحل. يعني على فكرة أنا برضو زيك، يعني أفلامه كنت بتفرج على أفلامه وما أعرفش إن هي بتاعت عاطف الطيب وكنت أحبها جدا. كان في كده، كان في روح بحسها في أفلامه ما كنتش عارف أحط إيدي عليها إيه هي، بس أشوف فيلم أقول الفيلم ده، لا الفيلم ده حقيقي جدا، الأحاسيس اللي فيه حقيقية جدا، فيلم رو، فيلم كتيبة الإعدام مثلا بالظبط. كمية أفلام ما كنتش عارف إيه السبب. وبعدين بعد كده لما ابتديت الواحد ايه يذاكر اكتر ياخد باله اكتر، لقيت ايه ده الفيلم ده عاجبني، ده عاطف الطيب. الفيلم التاني كان عاجبني برضه عاطف الطيب، الفيلم التالت كان عاجبني برضه عاطف الطيب. وبعدين لقيت بقى بقى في باترن، بالظبط، في في باترن. بالظبط كده. وبعدين بقيت افهم بقى، بقيت فيلم لو انا فيلم ما اعرفش ده عاطف الطيب، في خلال 5 دقايق من فرجتي عليه بقول ده عاطف الطيب، بقى له بصمة، بصمة سينمائية. التصوير في الشوارع له حركة كاميرا معينة كده، تلاقي شاريو داخل على البيع، تلاقي واحد ماشي بيتكلم واحد، اي تلاقي داخل على الكاميرا اي كده والكاميرا بتقرب منه صح ويقطع عليها، صح ده دي بصمة عاطف الطيب. صح أفلامه بتنتهي دايما بحضن، دايما تلاقي حضن، العلاقة الحميمة بين واحد وواحدة أو واحد وأخوه صح أو واحد وأبوه، بيركز قوي على العلاقات الإنسانية دي جدا. هو كان دايما بيقول إن هو ما يعتبرش نفسه تكنيشن، يعني مخرج صايع بقى كحركة كاميرا ومش عارف ايه، بس انا اختلف تماما، لان في حركات كاميرا صايعة جدا ومتميزة جدا، والاهم انها بتوصل للاحساس المناسب، يعني مش اي حركة كاميرا وخلاص. هو سهل ممتنع، يعني انا ما بحسش ان هو يعني بيحزق، لكن هو في انسيابيه كده في تسلسل المشاهد، فزي ما انت قلت في حركه الكاميرا، في اداء الممثلين. يعني كنت مره كنت قلت على ان في مخرجين بتحس من كادرهم ان اه ده فلان او ده فلان، هو عنده سلاسه كده، وزي ما انت بتقول سلس سهل، يعني بحس ان واحد ما بيفكرش كتير، ما بيضيعش وقت، بينجز. ما اعرفش اسلوبه في الشغل، يعني انا اسمع مثلا يوسف شاهين بياخد تيك افتر تيك افتر تيك، ما اعرفش عاطف الطيب كان اسلوبه عامل ازاي، بس انا حاسس ان هو ده واحد يا جماعه سهل قوي، في حتى في انترفيوز بتاعته كان هادي كده وسوفت سبوكن، يعني ال واضح ان هو شخص طباعه حلوه. بالظبط جدا. والممثلين معاه بيطلعوا احلى حاجه عندهم، يعني الممثل معاه غير مع اي حد تاني، مش بس الادوار بالظبط الاساسيه او النجوم زي نور الشريف واحمد زكي اللي مثلوا معاه كتير جدا، بس حتى نجوم الصف التاني زي معانا حسن حسني. يعني حسن حسني وابو بكر عزت، مع ابو بكر عزت مثلا في ضد الحكومه، يعني الاثنين دول حاسس ان هو اللي ايه اللي اكتشف موهبتهم الدرامية مش الكوميدية، فعنده كده طريقة انه بيشتغل ممثل بيطلع احلى كلام منهم. وحاجة تانية بيعملها، احلى مجاميع او اكتر مجاميع اه واقعية انت في مره قلت الافلام، كده فعلا مش ممكن، مش ممكن صح، الناس المجاميع اللي عدوا المشهد العظيم بتاع الجنازه بتاعت ام منتصر اللي هي زوزو نبيل، ده مشهد فيري كومبلكس، لان هو في ناحيه بتاعت منتصر والعيله بتاعته القبيله الترايب يعني البلد الحاجر واهلها، والناحيه التانية في القوات القوات اللي هي الامن المركزي واللي هو ابو بكر عزت اللي هو اللي جاي عشان يبقى مع منتصر مع سالم، ففي تفاعل جامد. وزي ما انت قلت برضو اللي دايما بتقول الجغرافيا بتاعت المكان برضو هو يعني حافظ عليها، وادانا احساس المهابه والجراميزون سين كلها بمجاميع بسيطه بحركات بسيطه لا 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 عظيم. وتحس ان هو تحس ان هو برضو زي خان كده، هما اتنين طبعا كانوا اصحابه بروبابلي من نفس المدرسه، اللي هو برضو تحس ان انت بتتفرج على فيلم تسجيلي، مش بتتفرج على
على حاجه ويل اوركستريتد، انا متاكد انها ويل اوركستريتد ومعمول لها سكريبت ومعمول لها تسلسل احداث وحركه ومين هيجي مين يعني، بس تحس في نفس الوقت ان هو فيه لا ده مشهد طبيعي فعلا، جنازه مهيبه لست واضح انها مهمه قوي في القبيله بتاعتها او في البلده او القريه بتاعتها، وبالتالي البلد كلها طالعه يعني عشان تشيلها المسؤول الاخير، وفي نفس الوقت فيه برضه صراع مع الشرطه وجايه قوات امن مركزي والدوله كلها جايه. ف لا مشهد فعلا يعني انا المنظر ده انا شفته وبنشوفه كلنا للي فينا راح الريف وشاف الجنازات بتبقى عامله ازاي للريف، وبالاخص لو شخص مهم وليه ستاتس مهم في القبيله بتاعته او في القريه بتاعته. صح. وفي حاجه كمان يعني في ال في حاجه الناس ساعات بتتخيل ان علشان تنقل حاجه واقعيه بالشكل ده، انت مثلا او شقه مثلا واقعيه او حاجه، انت بتخش الشقه وتصورها زي ما هي. ده مش صحيح. لا طبعا يعني لا البساطه صعبه جدا انك تعملها، صعب جدا انك تنقل لنا احساس البساطه، احساس الواقعيه. في برودكشن ديزاينر بيخش يختار طبعا الحاجات اللي هتتحط على الترابيزه، في اضاءه بتتصور بشكل معين، في اكسسوارات بشكل معين، بتاع الملابس بيلبس بشكل معين، بتاعه الشعر او بتاع الشعر والميك اب بيعمله بشكل معين، وكل ده تحت طب انا اداره هقول لك طبعا حاجة، الارتايب. اولا ليوناردو دافنشي كان دايما يقول لك simplicity is the ultimate sophistication. بالظبط. يعني ما تتفرج مثلا في مشهد very intimate انا اول مره اشوفه لما جيت اشوف الفيلم تاني واركز في تفاصيله، في مشاهد انا حاسس ان انا شفتها لاول مره، ممكن تكون كانت بتتقطع في النسخ اللي بنشوفها في التلفزيون لانها مشاهد فيها يعني فيها intimacy يعني ما بين احمد زكي وهالة صدقي، في مشهد وهو قاعد بيفطر معاها، بتاع كحك. قاعدين بيفطروا كحك، شاي بلبن وكحك، ما كان ممكن يبقى سندوتش فول، ما كان ممكن يبقى بسكوت عادي، بس هو الكحك فيه سكر، سكر جه على بقها وسكر جه على بقه وعلى شنبه، وهو تعمد ان هو وهو بياكل ان يبقى فيه سكر هنا كده على بقه وهي فيه سكر على بقها، and then يعني they got intimate في لقطة حميمة بينهم هما الاتنين. انا متاكد ان دي تفصيلات مخرج، ما تهيأليش انها مكتوبه في السيناريو يعني، يعني زي ما انت بتقول اللي هي ده كل ده برودكشن ديزاين. ال مش عارفه انا عمال افتكر في مشاهد طبعا الـ البيت مكتب سالم، الله، مكتب سالم في نقطه الشرطه بتاعته ده لازم والملفات يتثبت اللي كده. محطوطه قدامه، ده مش معلش يعني، ممكن ده مش ممكن. ده شوت، ده شوت، ده لوحة تدرس بالظبط للبرودكشن ديزاين. بالظبط بالظبط. وبعدين هو تنقله في القريه سالم ده، يعني هو سالم هو ده اللي شايل الهم كله، لان هو عنده صراع ما بين واجبه والديوتي بتاعه كضابط شرطه ملتزم وما بين انتمائه القبلي، وما ادراك ما الانتماء القبلي في الصعيد واعماق الصعيد زي المنطقه اللي كان فيها قريه الحاجر دي اللي هي ترمز لمصر اكيد يعني. فالراجل يا عيني ممزق ما بين الاثنين، فهو طول الوقت عايز عمال يروح ويجي ويتنقل في العربيه البوكس ومعاه السواق المخلص الامين وهو قاعد جنب السواق ويشرب سجاير، مش ممكن الواقعيه دي. ولبسه حتى لبسه القميص والبنطلون والبلوفر، القميص الابيض والبنطلون والبلوفر وفوق بلوفر الجاكيته، فعلا هو راجل بسيط لا يملك الا شغله وبيحب شغله وعايز يعمل شغله، لكن ما حدش سامح له، لا قريته وقبيلته سامحه له ولا رؤسائه سامحين له ان يعمل شغله بما يرضي الله. صح. فدي تفصيلات برضو كلها زي ما انت بتقول، وحاجات تانية كتيرة برضو، بس يعني دي اللي جاية على بالنا دلوقتي يعني. انا اللي جاي على بالي برضو المخزنجي اللي هو كان صلاح عبد ايوه الله، الداسك، بالظبط بتاعه والستامبات بالظبط والعده بتاعت بالظبط، التزوير، المزور مش ممكن. المزور بالظبط 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 بالظبط. فهو بس هو الفيلم ده كل ما بشوفه الحقيقه بتنتابني يعني حاله من الكآبه والغمام، لان هو طول الفيلم شخصيه منتصر دي شايله الهم، يعني ابتساماته كانت قليله جدا وابتسامات ممزوجه بحزن. الفيلم فيلم تقيل، فيلم بيشيلك الهم معاه. والحقيقه افلام عطف الطيب اغلبها كده يعني، لما تتفرج على كتيبه الاعدام نفس الكلام، يعني شخصيه منتصر متشابهه في جوانب كتيره من شخصيه حسن عز الرجال، فيلم الحب فوق هضبة الهرم، شخصيات
تقيله شايله الهم، شايله حمل ويشيلك معاه. انا بقى اللي كان بيضايقني في افلام عطف الطيب ان هو كان برضو شويه، طبعا هو واضح ان هو افكاره كلها يساريه وان هو ليفتست، يعني متاثر قوي بالفتره بتاعت حكم عبد الناصر، وشايف ان كل ما اتى من بعدها فتره حكم رئيس السادات وبعدها كانت فتره كلها بقى اللي هو الانفتاح والجشع، وان الماده غطت على القيم والمبادئ، وبالتالي كان تصويره دايما لرجال الاعمال او لاي حد بيعمل بيزنس ان هو في الاغلب فاسد وفي الاغلب بتاع سوبر ماركت وفي الاغلب، يعني انا كان الخط ده الحقيقه هو كان على طول ماشي فيه وبيخبط عليه دايما في كل افلامه بصوره مباشره وصوره غير مباشره، وان يعني سبب شقاء مصر وشقاء مجتمع مصر هو لما جري ورا الماده بطريقه زياده، وان كل رجال الاعمال فاسدين، يعني كان فيها نوع من الستيريوتايبنج الساذج في رايي انا، يعني كان هو يعني كان بيبالغ قوي في الحته دي، معرفش انت ايه رايك. لا انا معاك تماما، ويمكن ده سبب حبي للهروب اكتر من اي افلام تانية، لانه ما تطرقش للحته دي. هو لا ازاي تطرق ونص، لا تطرق، لا ازاي يا فين محمد، لا ده في اي حته. انا اقول لك اهو اللي يعني هو شخصيه احمد الشخصيه، لا شخصيه مدحت اللي هو مدحت، اللي عمل دورها يوسف فوزي، وشخصيه صاحبه التاني ده اللي قال لك ده هو ده اللي هو كان اللي هو مات في المترو، ما قال لك ده هو اللي بوظ اقتصاد مصر، يعني يعني خلاص هو رجل اعمال تاجر العمله هو ده اللي بوظ، يعني كنت بحس انها يعني هو كان دايما بيحاول يستيريوتايب رجال الاعمال اللي هم في الاغلب فاسدين، يعني شأنه شأن السينما في الوقت ده، يعني كلها ان رجال الاعمال دول كلهم حراميه وكلهم بتوع استثمارات وبتوع رشاوي وبتوع، يعني هو كان الموضوع ده في كل افلامه كان ريكيرنج ثيم، موتيف في كل افلامه. لا وجهة نظر سليمة. أنا بالنسبة لي اللي حسيت اللي هو كان بينتقده بس بشكل مختلف، الشخصية بتاعت محمد وفيق، وشخصية ازاي استغلال الإعلام، ازاي الإعلام وفكرة عصا موسى، وازاي الضحك على طبعا الرأي العام وتسييس حاجات معينة واستخدام الإعلام عشان تغطي على مواضيع قصاد التانية، فكرني جدا بسعيد مهران ولص والكلاب ورؤوف علوان. بالظبط. انا اعتقد ان الفيلم نقدر نعتبره ان هو لوسلي بيست على قصه اللص والكلاب، يعني انا شايف ان هو كده، يعني هو يعني يعني مودرن فيرجن منها يعني، لكن اللي يقول انها قصه اصليه لمصطفى محرم لا، هي واضح قوي هي زي اللص والكلاب بالظبط، يعني انت شايف، انت شايف ايه شخصية هالة صدقي برضو تقريبا زي يعني. شخصية شادية، فكرة الإعلام هي بالظبط نفس الفكرة. وترجع تاني لفكرة إيه، كنت عملت حلقة سينماتولوجي عن، كان تاني حلقة عملتها لص والكلاب، عن سينماتولوجي كانت لص والكلاب، فكرة التراجيك هيرو اللي هو البطل اللي نهايته محتومة تراجيدية، عارفين إن هو في الآخر مش هينتصر، بس في نفس الوقت إحنا معاه وبنشجعه ونفسنا إن هو ينتصر وبنحاول إن إحنا نقف جنبه، بس عارفين ان هو ايه نهايته محتومه. نهايته محتومة. واحمد زكي بيوصل لنا الاحساس ده جدا. ففي دي احدى التيمات الاساسيه فعلا، التراجيك هيرو اللي كل العالم ضده، اللي محبوس بكل الانواع، سواء زي ما انت قلت الفساد والجشع، يعني ايه في الستيريو تايب بتاع رجال الاعمال، الاعلام عامل ازاي، البوليس بيطرده من كل ناحيه، كل العوامل، كل الاخدار ضده. وفي تيمه تانية انا بحبها جدا، يمكن المره دي لما اتفرجت على الفيلم هي اكتر تيمه شدتني، هي علاقه منتصر بامه. العلاقه دي جميله بشكل اسماعيل، يمكن من احلى العلاقات الابن مع الام اللي شفتها في السينما، حاجه تقطع القلب كده. وفي مشهد هنجيله اكيد لما بتقابله في الاسم هنتكلم عليه في التفصيل، بس علاقته بامه، علاقته زي ما انت قلت بالمجتمع اللي هو فيه، الرجاله بتوع الصعيد دول، العلاقات الإنسانية دي، يعني من أكتر الحاجات، أكتر من القصة الثريلر، آخر فرجة ليا لي دي من الحاجات اللي فعلا أثرت فيا. أنت خدت بالك كمان إن هو يعني كل الرجالة الشنبة دول قدام الست الكبيرة اللي واضح إنها ليها يعني في الهيراركية بتاعت المجتمعات القبلية زي يعني أعماق الصعيد، بيبقى ليها احترام كبير جدا، وبيعتبروها يعني زي كده المسلسل اللي هو بتاع المسلسل العظيم بتاع هدى سلطان، بيعتبروها الوتد او العمود اللي مفيش ابدا اي حد يقرب منه.
هو كان بيعمل كل الشقاوة اللي عملها دي، لكن يجي عند مامته وما يقدرش ان هو يعني يرفع عينه فيه. وحتى لما كان اسمه ايه ده عبد العزيز مخيون في القسم وهما في انتظار مامته انها تيجي عشان تشوفه، اولا قال له قول لها ان انا موجود عشان ما تتفاجئش، عشان برضه ما يخضهاش وده ياثر على صحتها. فعبد العزيز مخيون بيعزم عليه بسجاره، مرضيش، قال له لساك خايف يعني تدخن قدامها؟ يعني انت راجل واتسجنت وخلاص بقيت عندك شنب في وشك وبرضه خايف تشرب سيجاره قدام مامتك؟ يعني ده يبين لك يعني برضه هو عايز برضه يحط يعني تاكيد على ان المجتمع ده لا يزال بتحكمه قيم ومبادئ عظيمه، وان سبب ان منتصر ده يعني شرد كده في السكه وكانت نهايته النهايه السيئه دي، ان هو بعد عن المجتمع ده وان هو يعني تخلى عن مبادئه وعن قيمه وعن زي ما عمر ابو المجد قال في، انا برضو اتفرجت برضو على الحلقه بتاعت من عينيا عشان برضو اخد شويه من الانسايتس بتاعته، قال لك تخليت عن الهويه. هو فعلا هو تخلى، الفيلم كله بيبتدي ان هو في القطر بيبيع الوهم للناس ويصفرهم، ولما حس ان الراجل صاحبه ده مدحت ده بيزور بتاع، قال لك لا انا مش هبيع الوهم ده لاهل قريتي، وابتدى يفوق لنفسه. لكن هو يعني سبب شقائه ان هو بعد عن امه، بعد عن ارضه. لو قلنا يعني ان الحاجر دي هي كقريه هي سيمبل لمصر، وبرضه هو برضه لازم يقول لك ان هو كان في الجيش وكان عنده اونر، كان عنده شرف، يقول لك انا كنت احسن مدفعجي، برضه شبه برضه شخصيه نور الشريف في سواق الاتوبيس، لان هو برضه كان في الحرب ورجع. يعني برضه هو يمكن عاطف طيب كل ما هو بعد حرب اكتوبر، كل ما كان هو متاثر بحرب اكتوبر والمبادئ اللي كانت موجوده في حرب اكتوبر، وتغيرت الدفه الاقتصاديه بتاعت البلد بعد حرب اكتوبر ناحيه اقتصاد منفتح اكتر، وابتدت ناس تعمل فلوس. في ناس كتيره ما قدرتش تستوعب الامر ده، واعتبرت ان يعني مصر باعت نفسها بالرخيص علشان تبقى دوله استهلاكيه، وده في الاغلب الجيل بقى اللي هو اللي بتاع عطف الطيب اللي هو دخل اللي زيه الجيش واللي برضه، متوجين. اللي هو دخل الجيش اه وخرج اللي هو الجيش. دخلوا الجيش برضو. بالظبط بالظبط بالظبط، وشافوا بلد يعني ما مشيتش زي ما هم كانوا عايزين يعني، او هم من وجهة نظرهم يعني. انا طبعا انا مواليد 75، فما ما اقدرش اقول ان انا حضرت الوقت ده، لكن كنت قريب منه يعني وقريت عنه كتير. فهو برضو هتلاقي ان هو ده برضو من تاني، كل دي فكرة دايما بيؤكد عليها دايما عاطف الطيب، ان سبب شقاء المصري بوجه عام ان هو تخلى عن مبادئه، تخلى عنها بقى بأي صورة من الصور. وفي الحالة ديت منتصر لما ساب القرية ونزل مصر واشتغل في الأي كلام بتاع مصر، ان هو يزوروا باسبورات ويزوروا عقود عمل ويصفروا ناس، ما حسش انها يعني هتمسه هو بصورة شخصية الا لما لقى اهل بلده هم اللي هيبقوا انفولفد في حاجة زي كده، وان هو ممكن يتنصب عليهم هو كمان، وما حبش يبقى جزء من كده. ونفس الكلام برضو مراته اللي سابته وراحت اشتغلت في تركيا، مراته دي خلي بالك ما ظهرتش تاني. يعني هل هي ما ظهرتش تاني عشان يخليك انت تتصور هي قد ايه بقت وحشة، ومش هي لب الموضوع ان هو كله بيحاول ان هو يسافر لها عشان ينتقم ويغسل عاره بايده، وهي ما ظهرتش تاني برضه؟ ما اعرفش هل عدم ظهورها تاني ده كان مشكلة في الانتاج، ولا هم كانوا قاصدين ان هم ما يطلعوهاش تاني؟ انا مش عارف، انت خدت بالك من النقطة دي؟ اختفت خالص يعني، شفناها في المشهد الاولاني ما وبيتغدى منه عملوش وخلاص. مواجهة بينه وبينها مثلا، كان ممكن يبقى مشهد مهم ان يعني يبقى في مواجهة بينه وبينها، نوع من العتاب، يموتها، يحاول يموتها. يعني ليه عملوها ان هي سافرت ومبقتش موجودة؟ معرفش، بس اعتقد كمان دي حاجه من الايه الكاركتر فلا زي ما بيقولوا عند احمد زكي، اللي هو مش قادر ينسى يعني، هو لازم ياخد طاره. كان ممكن لو نسي عن مراته او طنش عن مراته يمكن كان ممكن يهرب او يبقى له سكه تانية، بس يكون هو مصمم ان هو يروح. بالظبط. بيفكرني قوي بشخصيه روبرت دينيرو في فيلم هيت، اللي هو كان ممكن يهرب بس كان لازم يرجع ينتقم من الايه من اللي ضحك عليه. في حق علما بان روبرت دينيرو في فيلم هيت قال له انت لازم تتعلم امتى تهرب وتخلع، بالظبط هيت لان 6 انت لو seconds فضلت قاعد هتضعف. بالظبط كده، اه 30 بالظبط seconds across بالظبط بالظبط the heat across the corner. بالظبط وتيمة بالظبط. تانية عجبتني، او يمكن رمزية تانية عجبتني جدا طبعا، هي رمزية الصقر. فكر ان هو بيشبه نفسه بالصقر، وان ابوه كمان
كانت هي دي مهنته، انه كان بيسافر بالشهور وساعات السنين علشان يصطاد الصقر ده. ال ال القطع دايما هو بيفتكر بمخيلته وهو قاعد على الطاحونة عمال بيسرحان في السمع الصقر. حتى لبسه يعني هو له زي ما يكون سوبر هيرو وله كاستيوم، يعني لبسه اللي هو الترتل نيك الاسود، بنطلون الاسود، الكوفيه البيضه دي، الطريقه الكوفيه البيضه اللي طايره دي زي الكيب بالظبط، زي الكيب حلوه الفكره آه. وزي الصقر، زي الكيب وزي الصقر، فكره الجناح دي وهو على القطر. ترتيبه رهيبه، تفاصيل اتنشن تو ديتيل غير طبيعي. واعتقد ان كل قائمين على العمل سواء مؤلف او مخرج او ممثلين كانوا عايزين يخلقوا ملحمه شعبيه، كانوا عايزين يخلقوا ابو زيد الهلالي جديد او عارف او بتاع وقته، الحاجر دي العالم ده والبطل الشعبي بتاعه. فاعتقد دي برضو كانت من الحاجات اللي ايه الانتنشز بتاعتهم ان هم يعملوها لما ابتدوا يعملوا الفيلم ده. اخدت بالك لما كان في القطر قاعد مع عبد العزيز مخيون وبيحكوا لبعض، وبعدين في لقطه كده جت على الناس اترصت تتفرج عليهم، هما بيتفرجوا على منتصر وبيقول له انت دايما كنت تعب، انا كنت اعمل الصح وانت تعمل كل حاجه غلط والناس قافلك انت. لان فعلا هو زي ما تقول هو كان واضح ان هو شخصيه كاريزميه، البلد كلها بتحبه وهم شايفين فيهم المتمرد، وهو كان متمرد فعلا، شايفين فيه هو المتمرد وهو اللي يعني اللي طاير وحر زي الصقر، وكلهم نفسهم يبقوا زيه، هو بيعمل كل حاجه غلط هو اللي ومع ذلك هو البطل، هو المغوار، هو يعني زي ما انت بتقول ابو زيد الهلالي هو البطل الشعبي في القريه بتاعته. شوت جميل قوي فعلا، اللي هو يلف ويشوف الناس كلها عاملين تسمعه كلهم واقفين لا وبيبعتوا له شاي، بيبعتوا له شاي يعني هو يعني بيكرموه وهو مجرم راجع ممسوح. بس هي دي كمان زي ما تقول روبن هود بالظبط، هي روبن هود بالظبط كده. ودي كمان حاجه برده جميله قوي في التراث بتاعنا، التراث الشعبي بتاعنا، ان هو اللي هو الاورال هيستوري، اللي هو انت التراث بيتناقل عبر الاجيال بالحواديت، بعرف واحد على الربابه وبيحكي الحدوته. فهي النقطه برضو قبل الافلام وقبل كل الحاجات دي كلها احنا بنتداول قصصنا وتراثنا والمورلز بتاعتنا والحكم بتاعتنا من خلال القصص بالحواديت بالظبط. فبرضو اخدوا قوي الروح دي. الفيلم ده عظيم جدا يا اخي، فيلم بجد رهيب، فيلم تقيل قوي. انا تعبت وانا بتفرج عليه يعني في مشاهد مثلا، اولا في كمان اللي بيحبه في الفيلم ده، كنت كتبت مره عنه فيسبوك بوست واستعرت منك كلمه او مصطلح الكاركتر ارك. يعني لو قلنا ان هو منحنى لشخصيه منتصر في اول الفيلم وفي نص الفيلم وفي اخره، هو في اول الفيلم كان من غير شنب وكان لابس البدله والكرافطه وكانت ملامحه فيها نوع من الوداعه، شخص وديع، شخص سامح، بيحب مراته وعنده أمل في بكرة وعايز يبقى كويس. ولما حس إن اللي حواليه دول نصابين قال لمراته أو اللي كان كاتب عليها كتابه يلا نرجع الحاجر وبتاعه ونبتدي بداية جديدة وكده. إنما لما دخل السجن السيكونس بقى بتاع السجن ملامحه بتتغير، بقى متجهم، بقت يعني زي ما بيقولوا قسمات وجهه بقت أكثر يعني حدة، الشنب بقى ما بيضحكش خالص، حتى الضحكات البسيطة اللي ضحكها في لحظات بسيطة مع طبعا اللحظات الحميميه مع هالة صدقي ومع والدته لزوزو نبيل، وفي الحوارات الحميمه اللطيفه اللي كانت بينه وبين عبد العزيز مخيون اللي هو سالم زيدان او سالم ولد زيدان عبد الرازق زي ما بيقولوا، كان في يعني ابتسامه بسيطه لكن ابتسامه في خلفيتها هم كبير قوي او يعني شقاء كتير قوي. وابتدى بقى فيه الشنب وبقى لبسه كله اسود زي ما انت قلت، والبتاع البيضة دي يعني انا ما اعرفش مين اللي نقله لبسه ان هو هاي كول سودا وبنطلون اسود طول الفيلم ما غيرهمش، والكيب الطويله دي حتى مش بيلفها او بيغيرها، هي يعني نفس اللبس نفس كل حاجه. كان بيعمل حركه بوشه كده وهو بيجري يعني عايز يبين يعني يدي احساس ان هو واحد منفعل، فالشنب مغطي وهو طبعا محتاجين الشنب عشان يبينوا ان هو كبر وبقى مبقاش شاب، بقى راجل وبقى راجل غليظ وراجل عنيف لانه خلاص مات او يعني مات جواه اي امل في اي حاجه كويسه. فكان بيعمل حركه كده ببقه كده يعني كانه بيحزق عشان يجري او بيحزق عشان يعمل يعني. وفي اخر الفيلم طبعا الـ 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 الاحداث بتمر في يعني ففي تغير مش بس في
في الكاركتر، تغير في الشكل، بيساعدك على نقل الاحساس. مظبوط جدا، ممتاز فعلا. حتى طريقه مشيته وهو خارج من السجن، ايوه الاتب ده كده زي ما يكون شايل. ايوه بالظبط. هما حتى كمان عشان هو دخل السجن بالبدله، وطبعا السجن هو ما فيش غير البدله اللي هو لابسها، فهو لابس هي لابس نفس البدله. اللي انا بقى ما عجبنيش في الفيلم ده، في ادوار مهمه جابوا لها ممثلين ضعاف قوي يعملوها. صحيح عطف الطيب طلع منهم اداء مش بطال، لكن مثلا المجموعه قرايبه الصعايده اللي هم كانوا في سوق الفاكهه دولت، اللي هو عبد الله مشرف طبعا ممثل كويس، محمد هنيدي كان وقتها عمل دور صغير كده بس ما كانش باين انه هيبقى حاجه، الراجل هو كان بيقولوا له يا جدي، ده الراجل اللي هو الكبير ده، ممثل يعني كان بيطلع كومبارس في الافلام. اعتقد ان الدور ده كان يستحق حد يعني اكبر من الشخص اللي جابوه ده. انا حتى ما اعرفش اسمه ايه، يعني ممكن بقى يحيى حسني هتلاقيه عارف اسمه كويس، بس يعني كان يعني دور مهم كان المفروض يسند لحد مش من نجوم الصف الاول، لكن كان يحتاج حد من اللي هم يعني يقدروا يقوموا بدور الراجل الصعيدي اللي ليه احترام. كلهم بيقولوا له يا جدي، يعني احمد زكي بيقول له يا جدي، وسالم ولد عبد الرازق بيقول له يا جدي، وكله وواضح ان كلامه نافذ عليهم. يعني لما جه طلع المسدس قال له حط المسدس، قال له انت هتقبض عليه هنا، يعني وحتى كلامه مشي على ضابط شرطه. فيعني واضح ان الشخص ده غيث في السيناريو شخص مهم. انا متخيل حمدي غيث مثلا، والله جه في بالي حمدي غيث، انا جالي جه في بالي حد بالكاليبر ده. هل هم مش عايزين يعني ياخدوا الضوء من شخصيه منتصر او من شخصيه زوزو نبيل؟ يمكن لو لان هو الـ يعني السبوت لايت لازم على دول، بس انا حسيت ان هو شخصيه محوريه كان محتاج حد احسن من ده، يعني او يعني حد اشهر او عنده حرفه التمثيل، لان الراجل ده في العادي كان بيطلع كومبارس يقول كلمتين ثلاثه، لكن هنا يعني كان انا حتى بقولك ما اعرفش اسمه يعني. لا انا معاك. هو بص، هو كان ممكن يكون بس احتمال يكون السبب فعلا ان مش عايزين حد يغطي على ان زوز نبيل هي كبرت القبيله دي. وانا بيني وبينك هم كلهم مع بعض ما ضايقونيش، يعني لان دايما بيطلعوا وحواليهم ناس تانية، حواليهم رجاله تانية بالذات عزه وكده، فكلوكشه كده كمجموعه مع بعض تمام بالنسبه لي. انا اللي ما عجبنيش بقى المره الوحيده، او اعتقد نوع المجاميع اللي عاطف الطيب بيقلش فيه، هم رجال الاعمال، يعني في الحفله بتاعت صاحبه. الناس كانت في الاول قوي. ما انا بقول لك، هو يعني هو واضح ان هو برضو يعني عنده بيترنس من السوسايتي ده، فهو حتى صوره بطريقه ساذجه، يعني ان هو ولا عملت قد ايه، عملت اللي عملت 2 مليون صافي، يعني لازم يطلع لك رجال الاعمال يعني اللي هو ايه 2 مليون صافي، وهي بتقول له انا نصيبي كام، يعني فيها شويه نمطيه كده يعني او قوالب. ده المشهد عندي فعلا اللي حسيت ان هو كان اللي هو حسيت ان هو كان ممكن يكون احسن فور شور يعني. دلوقتي تعالى ناخد الفيلم من اوله كده، نط على المشاهد. قبل اي حاجه خالص، اصلا الفيلم بيبتدي بمزيكا، مزيكا الرائع مودي الامام. طبعا كلمني عن احساسك بالمزيكا. انا كنت مره اتكلمت معاه قال لي ان اصلا الدندنه دي على الجيتار، اللي هو لا مش الدندنه دي، اللي هي بعديها دن 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 دي كان عاملها على الجيتار، بس الحته التواشيح الصعيديه اللي في الاول دي كلمني عليها برضو، لان هي اسمها تنويحه، اسمها تنويحه صياد الصقور. بتهيئ لك الجو. اسمها تنويحه صياد الصقور، يعني انا جبت الكلمات بتاعتها وكنت بسمعها كتير قوي. للي عايز يعني ممكن تحط لهم اللينك في الديسكريبشن. كانت مره اسعاد يونس استضافت مودي الامام وبيكلموا يعني عن 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 اعماله، وكانوا جايبين الاوركسترا بتاعت الفيلهارموني بتاع نادر عباسي، وعملوها حلو. يعني وعملوها حلو جدا، وجابوا واحد يعني مطرب ومنشد ديني كويس قوي، صوته قوي جدا، اسمه وائل الفاشني، وغنى تنويحة صياد الصقور دي. عظمة 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 عظمة، موجودة على يوتيوب للي يحب يتفرج عليها، من برنامج صاحبة السعادة. ومش عايز اقول ان هم عملوها، ودي كانت بقى مشكلتي انا مع مودي امام. مودي امام طبعا ملحن كبير قوي، لكن هو كان بيحب يعمل موسيقى الافلام كلها على السينتسايزر،
وده طبعا كان طفره بقياس الوقت. لكن لما تسمع بقى المزيكا دي بتاعته اللي هو كاتبها باوركسترا، هتشوف بتوزيع مظبوط بقى، مش ان هو يعني هتشوف حاجه تانية خالص. ما اعرفش هل كان يعني قيود انتاجيه هي اللي بتخليهم ما يجيبوش اوركسترا كبيره، او هو كان بيحب يستخدم السنتايزر عشان يعمل الكيبورد عشان يعمل البتاع، كان بيعملها كويس. لكن لما تسمعها بقى يا محمد، يعني حط بس اللينك للديسكريبشن يعني اذا كان ينفع، للفيديو بتاع موسيقى فيلم الهروب بالتنويحه بتاعت صياد الصقور ده، هي حاجه ليفل تاني خالص، هتبين حلاوه المزيكا اكتر، المزيكا اللي هو نفسه مودي الامام كاتبها. طبعا المزيكا عظيمه، ولو والفيلم ده انت لما تيجي تسالني في الاخر بقى ياخد اوسكار ايه، الفيلم ده ياخد 5 6 اوسكار مرتاح. يعني ما ينفعش تقول لي ايه اللي هتختار واحده، ومن ضمنهم المزيكا بالتاكيد، واعتقد دي احلى مزيكا كتبها مودي الامام، لان فيها حزن وشجن جامده قوي. وبالاخص مثلا في المشهد اللي هو اللي حلو قوي، اللي هو لما قال له ده سالم خد امك عشان يحبسها عشان يجبره ان هو يطلع من المخبأ، ويعني وهو طبعا على سطح القطر، ايه ده؟ مين اللي فكر في المشهد ده؟ والقطر ماشي وماشي بسرعه، لان البتاع الشال الابيض ده طاير، والمزيكا في الخلفيه مش ممكن الابداع ده، وهي كاميرا واحده، كاميرا واحده وشخص قاعد على سطح قطر. صح، بس يعني لقطه واحده جسدت الفيلم كله، جسدت كل الشخصيه كلها المشاعر. كل حاجه. فمزيكا مزيكا عظيمه. الفيلم السيكونس الاولاني زي ما قلت بنشوف شكله مختلف تماما، شكله اصغر في السن، وير كده، لحد ما يعني السيكونس ده مش من السيكونس المفضله. انا بحب من بعد ما يخرج من السجن بقى ايه، الدنيا بتسخن بقى، بس بحب قوي بالظبط المشهد اللي فوق السطوح اللي بيجي له صاحبه قبلها معاه الكباب والبسبوسه، وبيخلي له الحشيش تحت المخده. بيعجبني جدا ان هو بيبص على بالظبط القمر وبيتكلم على الحاجر، والحاجر حاجه تانية. الرومانسيه اللي بيتكلم بيها على الحاجر، يعني كل وبيدي الاكل بيدي للست الاكل للست، وهي بتديله سندوتش رغيف كده عشان ياكل. اللحظات الحميميه دي اللي عاطف الطيب بيتميز فيها جدا، اللي ممزوجه بالشعريه والرومانسيه بتاعت القمر وهو بيفتكر. وبعدين بنشوف بعد كده حلم ليه وزوزو نبيل عماله بتحرث في الارض، هو سرحان وبتلف تقول له منتصر، يقوم صاحي على البوليس هو داخل عليه. مونتاج رهيب، وانك تخلط الاحلام بالذكريات بالواقع اللي بيحصل ده، سيكونس جميل من اوله لاخره الصراحه. انا كمان بحب مشهد قوي لما كان هو قاعد على هاموك في الضلمه كده بالليل، ووراه باك لايت، وبيجي له سالم وبيتكلموا مع بعض وبيقبض عليه وبيحط له الكلبش لا دي في ايديه. هنجيلها، دي ده احلى شوت في الفيلم. ده هنجيله، ده بالظبط دي احلى بالظبط لقطه في الفيلم بالظبط كله يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني ده جوه كل مشاهد المواجهه اللي بين عبد العزيز مخيون واحمد زكي تدرس بصراحه. يعني انا عبد العزيز مخيون، انا اعتقد ان ده احلى ادواره، متفق. لان انا كنت طول الفيلم بدور عليه، يعني عايزه يطلع، عايزه يتكلم. اللهجه الصعيديه بتاعته كانت لهجه حلوه جدا، انفعالاته كانت مظبوطه جدا، عجبني قوي فيه كده اكسنت لما راح له اللي هو محمد وفيق في اللوكاندا اللي كان قاعد فيها في وسط البلد، لما طلبوا ان هو يجي مصر بعد لما هرب منتصر، وهو راح له عشان يعني يقول له تروح له الحته اللي هو قاعد فيها مع الرقاصه وبتاع. اخدت بالك برضو ان هو ان الراجل ده مهموم، فقاعد يشرب بيره برضو، يعني هو عنده همه، فهو برضو بيحاول ينسى همومه دي بالبيره. كان ايه لازمتها ان هو يقعدوه في لوكاندا؟ كان ايه لازمتها البيره دي؟ اكسنت تقول لك ان الراجل ده عنده صراع وهو عايز ينسى الصراع ده برضو، فقاعد في خمره برضو. صح، لا يعني فعلا انا في رايي برضو ده احلى دور لعزيز مخيون، عامله بشكل حلو جدا. هاندز داون هاندز داون. وانت قلت حاجه حلوه قوي، فكره الصراع اللي عنده ان هو ممزق ما بين ايوه ولائه لوظيفته وولائه لقبيلته، وهو ممزق فعلا ما بينهم، للقبيله وعنده بالظبط. غيره من احمد زكي، ان هو زمان كان دايما هو اللي شقي ومش عارف ايه، بس برضه الناس تشجعه، وهو اللي كان ملتزم متعقد منه متعقد منه متعقد بالظبط. منه يعني عامله حلو جدا، شخصيه عامله حلو جدا متعقد منه وبيحبه، هو مش حاقد عليه، هو بيحبه بالظبط. وعايز يساعده، هو صديق وصاحبه، يعني صديق الطفوله. وبعدين هي لما راح يقبض عليها، فيقبض عليه او يدور عليه في بيته في الصعيد،
فبتقول له خش دور في الدار، ما انت عارفه حته حته يعني، هو لان ده بيت صاحبه كان يعني بيلعبوا مع بعض. بالظبط بالظبط. اللي بيحصل بعد كده انه بعد ما بيقتل صاحبه بيهرب، وبنشوف اول مره بقى هالة صدقي في الفرح. كلمني عن هالة صدقي وشخصيتها في الفيلم ده. انا دايما طبعا يعني ايه تقارن مفيش مقارنه بينها وبين شاديه طبعا، بس فكره الشخصيه اللي هي فتاه الليل او المنبوذين من المجتمع بيلاقوا ملاذ في احضان بعض، اللي هرب المجرم، زي بالظبط كلمنا في المشبوه سعاد حسني وعادل امام، بالظبط نفس الفكره، بالظبط بيلاقوا بالظبط بعض بعيد عن ظلم، بالظبط عن ظلم بالظبط. قهر المجتمع. فكلمني عن رايك في هالة صدقي ان جنرال ودورها في الفيلم ده. هي هالة صدقي اعتقد ان هي برضو من ضمن الممثلات اللي كان ممكن تعمل احسن مما عملت الدور ده. هي يمكن الدور ده بالذات انا مش عارف، حسيت ان فيها قدر من العصبية في الاداء، يعني كان صوتها عالي قوي حتى في اللحظات اللي هي كانت بتتخانق فيه وبتشتمه، لما هم يعني قضوا مع بعض ليلة وبعدين اداها الفلوس فهي مزعقاله وقام هو ضاربها بالقلم، يعني كان في عصبية شوية في الأداء بتاعها عموما. يمكن برضو هي كان برضو كمان كان صوتها وحش، فهم بيتعمدوا يخلوا صوتها وحش لأن هي برضو هي عالمة درجة ثالثة، يعني ما هياش يعني بتغني في كازينو، دي بتغني في فرح، وفي الآخر يعني عملت علاقة مع واحد لسه شايفاه حتى ما كانتش تعرف اسمه، وهو ماشي بعد ما قضى معاه بتقول له أنت اسمك إيه؟ ف آه يعني انا كنت احب في الدور ده حد انعم منها شويه، يعني انا جه في بالي عايده رياض مثلا، يعني هي اللي كانت ممكن تنفع. لكن هي هالة صدقي من الممثلات اللي انا شايف ان هم ليت بلومرز، يعني هي ادوارها في الفتره الاخيره احسن من الادوار اللي عملتها قبل كده. يعني مثلا دورها في مسلسل والنوس كان دور حلو جدا، دورها بليف ات اور نوت في المسلسل الاخراني بتاع جعفر العمده ده، الدور ده نقلها في حته تانية خالص، يعني حتى بقى من الناس يشوفوها في الشارع يقولوا لها الملكه صفصف من كتر ما هي يعني ايه الدور ده، هي يعني من وجهه نظر الناس يعني اجادت فيه، واعتقد انها اجادت فيه. فهي هالة صدقي طبعا الفيلم ده كان المفروض بعدها تنطلق، يعني هي عملت دور بطوله مؤثر مع احمد زكي في فيلم قد يكون احسن فيلم لاحمد زكي، ما شفناهاش خدت الموجة دي بقى وإيه والمومنتم ده وانطلقت بيه بعد كده، ولا انت ايه رأيك؟ صح يعني، ما يعني اعتقد كان عندها بوتنشال تعمل حاجات اكتر. انا فاكر لها مثلا الادوار اللي قبليها، يمكن الدور الوحيد اللي فاكره لها قبل كده كان في فيلم زوج تحت الطلب بتاع عادل امام، كان مسخره، كان دور صغير، يعني حاجات صغيره كده، بس ما لهاش ادوار افتكرها كبيره. يمكن كنت عملت مسرح مثلا، بس انا برضو مش في الممثلات اللي دايما اللي بتيجي في بالي. يعني انا دورها في الفيلم كان اوكي، ما كانش سيء، ما كانش حلو، كان عادي يعني، قضت الدور بس دور بس مهم، دور مهم، وهي بذلت فيه بالظبط، مجهود بس كبير برضو ايه يعني يعني ما اتضايقتش منها قوي يعني، حسيت كان ممكن يجيبوا حد يعني يذكر اكتر او افتكره اكتر، بس بالنسبه لي يمكن علشان يعني احمد زكي سو ماجنتيك، يعني اللي هو ايه اي حد في احمد بالك هو زكي في الفيلم ده هيكسب. كان فيعني مش ممكن، كان يعني طاغي 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 على كل اللي حواليه الفيلم ده، كل مشهد كل حركة بجسمه بيعملها، كل البادي لانجوج، عينيه، تون الصوت، انفعالاته، وهم بيقبضوا عليه في بيته لما حطوا له الحشيش، الطريقة اللي بيقاوم بيها مش ممكن، يعني طريقة فيها نوع من العصبية لا ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي الراجل ده كان ايه؟ ايه اللهجه دي؟ هل خدوا طبعا انا اسمع مثلا ان احمد مكي جابوا ناس عشان يعلموهم اللهجه الصعيدي، لان اللهجات الصعيدي دي كتير طبعا قوي، تختلف لهجه بني سويف عن اسيوط عن عن ال... هنا عن عن سوهاج عن هنا، يختلفوا تماما عن بعض، فهم هل جابوا حد علمهم؟ لان اللهجه دايما اللهجه الصعيدي بتبقى الى حد ما برضه ستيريوتايب نمطيه كده وستيريوتايب، يعني بيبقى بايخ، لكن دي لا، يعني طريقه تقطيع الكلام والسيلبلز للناس بقى اللي هي يعني دارسه علوم اللغات وكده، لا انا حاسس ان لهجه صعيدي مختلفه، وبالاخص من احمد زكي، والاكتر كمان مخيوم. من احمد زكي عبد العزيز صح مخيوم. صح بالظبط. جميل جدا. على الناحيه التانيه بقى، احنا اتكلمنا عن العيله بتاعته، تعال نتكلم على ضباط البوليس بقى، حسن حسني وابو بكر. وعاجبني ان احنا بنشوفهم حسن واحد حسني واحد، يعني بنشوف الاول ابو بكر عزت
وبعد كده بتشوف حسن حسني وبعد كده بتشوف محمد وفيق، وكل واحد له شخصيه معينه. خلي بالك ان هو في الـ في في الـ في, الـ في الهيراركي على ما يبدو كده ان ابو بكر عزت اللي هو اللي كان اسمه اسماعيل في الفيلم، على ما يبدو ان هو امن عام، يعني تبع جهاز الامن العام، لان ده واحد حرامي وبيقتل وبيجري ومش عارف ايه وعايزين يمسكوه، ده جهاز الامن العام. وواضح ان في الهيراركي او في الرتب ان حسن حسني اعلى منه. حسن حسني ممكن يكون مثلا نائب وزير الداخليه ولا حاجه. واللي زي بقى محمد وفيه ده بتاع علاقات عامه واعلام وكده، واضح ان هو كان في بعثه في امريكا برضه، فتعلم اللي شغل الميديا الهجايز ديت هناك وجاي يطبقها هنا ونجح ان هو يطبقها. انا بشوف ان ده من احلى ادوار حسن حسني، وبالاخص ان حسن حسني بقى في النص التاني من التسعينات والالفينات الى وفاته الله يرحمه، كل ادواره شبه بعض. الدور اللي هو استحلى دور السنيد، اللي بيطلع مع احمد حلمي، اللي يطلع مع الليمبي، اللي يطلع مع محمد هنيدي، اللي يطلع، بحيث ان كل ادواره شبه بعض. انا يعني لا اعتقد ان في كده في سنين من الكارير بتاعه اللي هي السنين الاخيره بالذات، اللي هي كان فيها بقى يعني الماده، يعني هو كان بيشتغل كتير جدا، كل ادواره شبه بعض، مفيش اي دور مميز فيهم خالص، كلهم شبه. يعني ما اقدرش اقول لك يعني دوره في فيلم كذا، دوره في فيلم كذا، يمكن مثلا دوره في الليمبي اللي هو بتاع عم بخ، دوره في مع دوره مع طبعا الناظر في فيلم الناظر، ده كان دور لطيف، لكن ده من الادوار الجاده الحلوه اللي بينت امكانياته في التمثيل بجد. وده يرجع فيها طبعا عطف طيب، المخرج هو اللي بيطلع الاداء من جوه الناس. انا كمان عاجبني قوي في شخصيه محمد وفيق، فكره ان هو راح اخد كورس في امريكا وتعلم الصياعه او الخبز او الـ او السي اي اي، طريقه التفكير دي او اللعب بالميديا. عاجبني قوي اللي هو جسدها حتى في لبسه، يعني هو اللي بيلبس جاكيته جلد وجزمه جلد، يعني عارف التفاصيل الصغيره، بيتكلم انجليزي، بيتكلم انجليزي، فتفاصيل صغيره عجبتني قوي يعني. وفعلا ايه يعني ايه ذا ثروينج شيت زي ما بيقولوا على ايه، على الامريكان والطريقه الخبز الامريكاني في التعامل مع الحاجات وكده. فعجبني عجبني جدا التاتش ده يعني. وبعدين هو كمان محمد وفيق كمان دوره في الفيلم هو برضو شخصيه يعني رود، يعني هو في نوع من الوقاحه، يعني لما راح قابل عبد العزيز مخيون في مكتبه، هو دفعته وبقى عقيد، وعبد العزيز مخيون مقدم، فقال له انت بقيت عقيد امتى؟ يعني التاني برضه حس بمراره، يعني ده انا كنت اشطر منه او كده. يخرب بيتك بقيت عقيد امتى؟ وقاعد بقى التاني ده وهو بيتكلم في التليفون، بيكلم اللي هو اسماعيل اللي هو عبد العزيز مخيون، وقاعد قدامه اللي هو الشرنوبي ده اللي هو محمد وفيق، وقاعد كده بمنتهى القلاطه وحاطط رجل على رجل وماسك الملفات اللي على المكتب كده بنوع من عدم الاكتراس، ايه القرف اللي انت شغاله ده، وقاعد قرفان من المكتب. هو اللي زي محمد وفيق ده في الداخليه، هو مش محترم الديو بروسس، هو عنده اجنده براجماتيه بغيضه خلاهم يهربوا واحد عشان يلفت الراي العام عن كارثه هم او اخفاق هم عملوه في حاجه. فيعني هو مش محترم زميله، هو جاي بس كده علشان ينجز المهمه، وقرفان من المكان وقرفان من القريه وقرفان، يعني هو فعلا شخص بغيض. وفي الاخر هو قتل الاثنين، يعني نقدر نقول ان هو قتل الاثنين، قتل منتصر وقتل سالم. مظبوط. عايز انط في المشاهد بقى، الا لو انت عندك مشهد عايز تتكلم عليه. عايز انط للمشهد زي ما انت قلت اللي هو قالوا لي ان هم مسكوا ام وزوز نبيل، وطبعا الباب كفايه الباب بتاع بيتهم، باب جميل يعني رهيب. أيوة. التفاصيل بتاعت الباب ده رهيبه. لا وشفت عبد العزيز مخيون قعدها جنبه في العربيه احتراما ليها، صح؟ يعني وفتح لها الباب، ولما التانية قالت كانت عايزه تركب العربيه معاها علشان قال لك دي ست كبيره ومعاها دواء، قال لها هاتي الدواء. يعني شوف برضه تفصيلات كده، يعني حاجات، كل ده يعني كل ده حاجات بتديك رياليزم فعلا، ست كبيره وعايزه، طب مين هديها الدواء؟ انا هديها الدواء يعني. لدرجة ان حتى بعد وهو قاعد في المكتب بتاعه بيخش عليه الضابط التاني بيقول له الجماعه اتعشوا عندهم بطاطين كفايه. ايوه يعني قال له عنده بطاطين، جبت له بطاطين تاني، راجل عنده انسان صح محترم. تفاصيل حلو قوي. الشوت اللي قبله طبعا الشوت الرهيب اللي هو على القطر والكوفيه بتاعته بترفرف دي مع المزيكا الممتازه بتاعت مودي الامام، والمكتب، اتكلمنا على المكتب بتاعه، المكتب فعلا
يعني مش ممكن، كل ما اشوفه ده فعلا تاني اللي يعني اي حد عايز يدرس سينما برودكشن ديزاين يخش يشوف التفاصيل، الشماعه بالشباك عامل ازاي، الترابيزات بقى كان في طبق في مخلل وكوبايه شاي نص مشروبه، يعني كل ركن صغير ركن صغير فيه تفصيله. وبيخش عليه احمد زكي وبيقول له ان هو هيجيب له امه، وبتخش زوزو نبيل، النظرات اللي في عيون زوزو نبيل مش ممكن يا اسماعيل، مش ممكن عليها. ولما بتمسك جزء قبل ما بتحضنه بتقول له ولدي، وبعدين بتقعد تحسس على كتفه وعلى دراعه، يعني قبل مش عايزه تشبع منه، عايزه تشبع منه بالظبط. وبعدين حضن يرب لا اخدت بالك كمان الستات الكبار دايما، يعني جدتي الله يرحمها كانت دايما تبقى ماسكه في ايديها منديل تمسح بيه وشها، هي ماسكه وهي بتحضنه ماسكه في ايديها منديل، يعني هي برضو دي اكسنت صغيره. انا ما اعرفش دي برضو زوزو نبيل لوحدها ولا عطف الطيب اللي قال لها ولا بتاع البرودكشن ديزاين والملابس، يعني جدتي كانت دايما انا لا يا اما منديل يا اما كلينكس، دايما ماسكه في ايديها، يعني تمسح بيه ايديها، تمسح بيه مش يعني اذا كان يعني دايما لازم في منديل. الستات الكبار الجدات ارجع كده بالذاكره غمض عينك كده هتلاقي ان هي ماسكه منديل ابيض في ايديها، يعني كنوع من الشياكه، كنوع من البتاع كده يعني. ممتاز، نقطه حلوه قوي. وبعد كده السيكونس كله بقى مكمل روعه، اللي هو بعد خلاص بيقبضوا عليه ومرحلينه على مصر، وهو هي رايحه بتودعه في القطر وهيركبوا كلهم على القطر، هي واخته واخوه كلهم هيسافروا ينزلوا المحاكمه وكده. وهو بيقول لها كلمه قبل ما يركب قبل ما يركب القطر، ده يقول لها خليك انت ما تتعبيش نفسك ولا حاجه، فبتقول له بعد ايه مكان من الاول، بعد مكان من الاول بالظبط، بتعاتبه وبعدين بتلف وهي بتلف الناس ترجع تتفرج تاني على عينيها وهي ماشيه تاني عشان تركب القطر، يعني واحده كبيره في السن وتعبانه وبتعاتبه وقلبها عليه، يعني عارف كل حاجات فعلا ابنها. ما هو هو هتتخلى عن ابنها، يعني ما ابنها يعني كل واحد فينا لو ربنا يعني ابتلاه بابن او عيل مش شاطر ولا شقي ولا بتاع هيسيبه، يعني ما هيفضل معاه ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعده. بس جسدتها بشكل غير طبيعي. وبعدين تاني اخراج عاطف الطيب وتحريك كل المجاميع دي، كل الناس دي اللي ماشيه معاه على القطر، والقطر لما يوصل في مصر والصحفيين ومحمد وفيق واقف بخباسه كده بيشرب سيجاره، واحمد زكي بيقول له هاتي هاتي الواد ويشيل الواد ويمشوا كلهم على هناك. يعني انا كان نفسي في افلام كده اسماعيل بتفرج عليها بقول نفسي اكون في اللوكيشن وهو بيصور المشهد ده، هو ده واحد. انا لسه كنت بقول كده النهارده، يعني في وهو حتى وهو بيجري المشهد لما خد السلاح وهرب من المحكمه ده مشهد حلو جدا، وهو بيخرج من القفص وبيجري في القاعه وبينزل في السلالم بتاعه المحكمه ويخرج في الشارع بره، يعني حتى جريته يعني هي جاريه، هو تعمد انها ما تبقاش جاريه رشيقه لان هو مش رياضي، واحد محجوز في كان في بقاله 5 سنين، جاريه برضو فيها نوع من اللهوجه ونوع من الكعرطه ونوع من يعني بيهرب وهو مش عارف هو راح فين، هو بيهرب وخلاص صح. يعني بيجري وخلاص. انا بقى في حاجه بقى كمان انا كنت متصور ان هي مره واحده زوزو نبيل ما ظهرتش وقال لك انها ماتت، ليه ما جابوش مشهد موت؟ انا كنت متصور انها ماتت اثناء تصوير الفيلم، لكن لما رجعت شفت تاريخ وفاتها، تاريخ وفاتها سنه 96، يعني طب هي ليه بقى ما عملوش كده مشهد مهيب للحظه موت هذه الست العظيمه اللي ليها يعني حظوه كبيره في قابلتها، ليه ما عملوش ما صوروش مشهد لده؟ انا كنت متصور انها توفت اثناء تصوير الفيلم، لكن لما رجعت التواريخ لا هي توفت سنه 96. اعتقد لان الفيلم ليه؟ الفيلم هي من وجهه نظر مش عنها بالظبط، الفيلم من وجهه نظر منتصر، فموت امه المهم بالنسبه لنا من وجهه نظر منتصر، هو بياخد الخبر ازاي ان هو ما شافهاش، فاحنا ما شفناش، لو احنا شفناها كنا احنا هنحس بحاجه فهمت. مش من البوينت اوف فيو بتاعته، فاعتقد كانت فعاله في النقطه دي يعني. مش من البرسبكتيف بتاعه كده. فهمت فاعتقد وصلنا للنقطه دي. يعني اعتقد هو ده اللي كان في بالهم يعني، لان هو بيحكوا القصه من منظوره هو بالظبط. عارف انت لما تقرا نوفل ويبقى النوفل كأن النوفل واحد هو اللي بيحكي القصه وبيحكي الاشخاص اللي حواليه، فيرسس ان حد بيحكي
عن الاشخاص اللي في القسم. بالظبط كده بالظبط. في مشهد اتكلمنا عليه اوريدي، هم في القطر لما بيحكي على التاريخ بتاعهم هو عبد العزيز مخيون، لما بيحكي القصه وبيجيبوا له شيء، اتكلمنا اوريدي عن النقطه دي جميله جدا. والاحداث بتكمل بعد كده لحد ما يجي له خبر ان امه ماتت، وزي ما قلت المشهد الجميل وهو بياخد المسدس وبيعرف الشارع، وهلا صدقي بتيجي وراه، وبيرجع على القريه بتاعتهم عشان العزاء. المشهد ده تعال نتكلم عليه، انت اوريدي اتكلمت عليه بس عايز اتكلم عليه تاني عشان فعلا لا، مشهد العزاء ده مشهد مهيب 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 يعني. ويحيى حسني كذا مره يتكلم عنه، وانا بقى المره دي وانا بتفرج يعني كنت مركز جدا جدا معاه. لا انا قلبي اتقبض يعني، انا حسيت ان انا عندي تسارع كده في ضربات القلب يعني، انا قاعد بتفرج وحاطط يعني عيشني في المشهد فعلا. ولما راحوا عند الحته اللي هي الجبانه اللي هي فيها يعني المقابر، وراح لهم ابو بكر عزت وما لقاهمش، الانفعالات شديده جدا جدا في اللحظه دي، وهم خارجين بالجثمان بتاعها وهو خارج وراهم، وفي الناحيه التانيه ماشي يعني كأن برضو حتى الضباط الكبار اللي وقات دول ماشيين برضو في الجنازه برضو معاها، من كتر ما هي ست عظيمه ومن كتر ما القبيله، او عايز كل ده برضو عايز يقول لك اهميه القبيله واهميه العيله يعني. هو الفيلم ده كله برضو هو في الاخر عن العيله صح. والفاميلي، زي ما كل زي ما انت دايما جاد لما فادر اتعرفت عليك انت في سينماتولوجي، هو جود فادر، هو كل القصه دي كلها اولها واخرها فاميلي. ده حتى في حاجه جميله بيقولها قبل ما يطلعوا العزاء، لما بيقول معانا سلاح كفايه ومش عارف ايه ده، في وفي مطاريد من الجبل وفي ناس جايه كمان، جامد، تخيل ناس جايه صعايده بقى جايين يعني بسلاح، ما بيصدقوا. قال له ايه كل السلاح ده؟ قال له انا كل يوم بلم قده. بالظبط، فحتى المطاريد هينزلوا من الجبل علشان عشان يعملوا واجب. فلا اي لا بالظبط عظيم بالظبط. عظيم عظيم. وبعد كده بقى بننا على الشوت اللي هو احلى شوت الفيلم في رايي، اعتقد مدير التصوير كان محسن نصر، وده مدير تصوير عبقري عبقري فعلا. اما كان قاعد على كان قاعد الهاموك على الهاموك في شجره الجميز. الشوت ده برضو درس في 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 في, في السينماتوجرافي، يعني عندك الاضاءه جايه من ورا فعامله باك لايت، فهو طبعا سلوات والوان مزرقه شويه، مع وازاي دخان السيجاره، الالوان مع دخان السيجاره، فعامل سلوات حلوه قوي. بالظبط، جميله جدا، والكاميرا بتقرب بالراحه جدا. تاني شوت شاعري، يعني عارف شعر مرئي الشوت ده، قاعده اخر ما حلوه شعر مردي، قاعده اخر مزاج. بالظبط، اخر مزاج، والقعده اللي كان بيقعدها على طول وصاحبه صاحب عمره، عارف ان هي دي القعده اللي بيقعد فيها، بالظبط وبياخده وبيقبض عليه. وتيجي بقى الايه الفكره الشيطانيه بتاعت محمد وفيق ان هو يهربه، والمشهد اللي قلت عليه لما بيتكلم مع عزيز مخيون مستهزئ بيه جدا، ويخرب بيتك ومش عارف ايه، وبعد كده بيهربوه. وهلا صدقي طبعا عماله تتفرج على تقصقص الحتت بتاعت الجرايد المشاهد بتاعته. المشهد بتاع المشهد بتاع السكر ده والكحك ده وبتاع، انا بقول لك انا طبعا ده بيقطعوه بروبابلي في النسخه اللي بتيجي في التلفزيون، لكن على اليوتيوب موجود كله كامل. المشهد ده انا لما شفته انا ما بقتش مصدق الحلاوه يعني، التفاصيل والكلوز اللي على وشهم هما الاثنين، والقطعات اللي ما بين وشها ووشه، وواضح ان هو عايز يلفت انتباهك للكحك، وفكره الفطار بشاي بلبن وكحك دي فكره جدا مصريه جدا اصيله قوي. يعني شاي بلبن وكحك دي يعني طبق كده فيه كام كحك على كام بسكوت على كام هو ده غريبه يعني. يعني كلنا كتير قوي ده فطرنا يعني، لمده مثلا 6 شهور بعد رمضان بالظبط يعني. بالظبط بالظبط. وكلمني بقى عن اخر الفيلم، تعال ننهي الناس في يعني مشهد انا نسيته او هتحب تركز عليه اكتر. كنت عايز اتكلم عن نهايه الفيلم، الحضن الجميل اللي برضو ايه بيحضنوا بعض في الاخر، زي ما قلت ايوه، معظم الافلام العاطفيه فادوا بعض، هم فادوا بالظبط بعض كده. فادوا بعض. هو الاول سالم خد الطلقات الاولى فدى منتصر، بعد كده منتصر حضنه ولف وخد برضو يعني رصاص تاني كأنه فدى صاحبه برضو يعني. هو في الآخر الضابط والضابط الشريف مش عايز اقول الحرامي، لان هو مش حرامي وما اقدرش اقول ان هو قاتل، ان هو قتل اشخاص يستحقوا زي القتل سعيد يعني، مهران نفس الفكرة. ولكن ولا بالظبط لكن نقول المتمرد يعني، زي ما عطف الطيب مره في لقاء كده جابه شفته له برضه، قال لك ان هو المتمرد يعني ضابط الشرطة الشريف مع المتمرد،
هم في الآخر كانوا ضحية واحد ضحية اختياراته وضحية مجتمع، باع أو تخلى عن مبادئه وبقى مجتمع يعني المادة بتحكمه، والتاني بقى كان ضحية لعبة سياسة قذرة، اللي هو سالم ضابط شرطة شريف، كل اللي هو عايز يعمله ان هو يعمل شغله. وحتى جاب لك في الأول مشهد وهو بيلم السلاح وبيقول انتوا ايه بتجيبوا السلاح ده ليه؟ قال له عشان نحمي نفسنا من المطاريد، قال له المطاريد دول منكم وقرايبكم. يعني هو برضه صحيح هو من الصعيد، لكن هو عايز يعمل الديوتي بتاعه لأن هو مؤمن بسيادة القانون ودولة القانون، اللي هو عبد العزيز مكيون. وإلا كان بقى سهل شغلانته، بقت سهلة، كان خلى قبيلته تعمل كل حاجة، لكن هو عنده الصراع ده، بالظبط. وبسبب الصراع ده هو قاعد مرمي، والتاني الأونطاجي الهجاص بقى عقيد اللي هو محمد وفيق. انا كمان انا عاجبني قوي في اخر شوت في الفيلم خالص، بعد ما بيضربوا الرصاص عليهم وبيقعوا هالة صدقي بتنزل بتركع كده وتطبطب على احمد زكي ومفيش صويت يعني. هما وبعد كده محمد وفيق والعساكر بيجوا بياخدوا تلتين الكادر من تحت وهما في تلت الكادر الفوقاني وصمت يعني. اعتقد تحت مخرج تاني كان بقى يا لهوي ومش عارف، انما ده لا دي صمبر كده عشان احنا ايه نتامل اللي حصل، نحترم اللحظة دي، نحترمها نحترم اللحظة دي ونهضمها في هدوء. وبعد كده اعتقد اخر شوط في الفيلم خالص هو صقر يعني. اعتقد بعد كده الصقر. مراتي كانت بتتفرج معايا على الفيلم النهارده، فبتقول لي لما جاوا بقى لقطة الصقر وهو طاير، قالت لي ناو هيز فري، هو كده خلاص هيز فري. بالظبط يعني هي اللي قالت لي كده والله، قلت لها عندك حق جدا. دي، انا هستعيرها منك ايوه النهارده مع ايوه محمد، ايوه فعلا لسه من ساعتين ثلاثة واحنا ده برافو بنتفرج. فعلا قالت تحرر لي ناو هيز صح فري. بالظبط كده بالظبط. بالظبط. لا لا فيلم فيلم ممتاز ومهما الواحد يتفرج عظمة عليه عظمة رهيب. عظمة عظمة. فيلم أسطوري ده، فيلم ملحمي أهو، ده اسمه إيبك. بالظبط. احنا يعني دايما بنلعب لعبة الاوسكارز، لو هتديها لحد تديها لمين؟ انت قلت هتديها لخمسة ستة، بس لو لازم أنا هعديها خمسة لو ستة. الفيلم ده من الأفلام اللي هي تقش لو أحمد زكي أحسن ممثل، عبد العزيز مخيون ممثل مساعد، هنقول برضو زوزو نبيل سبورتينج فظيعة أكترس، بلا شك. هقول طبعا القصة قصة نمطية يعني، والسيناريو نمطي، لكن أحسن إخراج طبعا عاطف الطيب، وأحسن موسيقى مدير إمام. أدي خمسة أوسكار أهو، ده رأيي أنا يعني، معرفش أنت أكيد هو هتقول انا ممكن طبعا حاجات لو تانية عليا كمان. هقولها يعني، هقول لهم انا هزود عليهم كمان مثلا البرودكشن ديزاين اللي هو الديكور طبعا بتاع يعني كل طبعا المونتاج بتاع نادية شكري رهيب. نادية شكري دي من المونتيرين التصوير. الديزاينر محسن النصر، فعن التقنية طبعا كل حاجة، بس لو هديها لواحد بس اللي هو لو هي لعبتنا ان نديها لواحد بس هديها لعاطف الطيب، لان دايما في رأيي اي المخرج هو ايه زي ما بيقولوا رب العمل في الاخر، المسؤول عن الكاستنج وهو خير رب لهذا بالظبط. العمل يعني. فانا بالظبط بالنسبه لي لو واحد بالظبط بالظبط. دفنت حديها له. السؤال انا متضايق قوي ان عادل امام ما عملش افلام مع عاطف الطيب، ما عملش افلام مع علي عبد الخالق. يعني عادل امام مع انه عمل افلام مع مخرجين اقل منهم بكتير، يعني ليه ما اعرفش هو يعني. كان بيعمل عمل كتير قوي مع نادر جلال، ونادر جلال مخرج كويس، مش لكن عارف طيب يعني صح تجاري يعني، مش عارف يعني، ملوش بصمه كده زي علي عبد الخالق، ملوش بصمه زي عاطف الطيب. طبعا هو تجربه وحيده مع محمد خان وما كررهاش، مش بس عارف على فكرة ليه، ده سؤال، مش عارف ليه كان. سؤال حلو قوي ان فعلا ليه. هل ان عادل امام ما كانش عايز يحط نفسه في عالم خان والطيب اللي هو ما بي مش هيحط هو كالهيرو اللي هو بينتصر في الاخر او حاجة يعني؟ هل هو متعود على الافلام اللي هتظهره في الاخر عشان كده الحريف كان مختلف شوية وما عادش التجربة تاني مع محمد خان؟ معرفش، بس سؤال مهم جدا يعني. نور الشريف واحمد زكي كلهم اشتغلوا فعلا مع المجموعه دي، انما عادل امام لا. فعلا ده سؤال ما اعرفش يعني ليه يا ريت الناس يعني، اللي بتسمعنا كمان يعني تقول لنا رايهم. عادل امام مره، انا شفته مره في انترفيو مشهور قوي، كان اثناء ما بيصوروا فيلم المنسي، كان بيعمل معاه لقاء مفيد فوزي، وهو حتى كان لابس لبس فيلم المنسي، وكان الميك اب بتاعه لما اتضرب وفي دم هنا وبتاع. مفيد فوزي بيقول له عدوك مين؟ قال له عدوي الزمن، عدونا كلنا هو الزمن. الزمن مثلا ان انا قعدت 8 سنين اعمل الواد سيد الشغال، وده حرمني من ادوار كتير. قد يكون كده، لان فعلا انا حاسس ان يعني اتصور كده لو كان عادل امام بيعمل زي فيلم الهروب.
على فكره عادل امام ما يعرفش يعمل فيلم زي فيلم الهروب، لان هو طريقه تمثيله ما ينفعش ان هو يذوب في شخصيه كده، ما هواش ميثود اكتر عادل امام، وان كان عنده الامكانيه لكده لكن ما هواش ميثود اكتر زي احمد زكي، انه ينغمس في لهجه صعيديه بالمنظر ده ويعمل فيلم بالملحميه دي، لا مش طريقته مش اسلوبه. لكن انا اتصور ان كان ممكن يكون في حاجه بينهم بين عطف الطيب ان هو يعمل فيلم مع عادل امام، معرفش ليه ده ما حصلش، يعني معرفش الزمن ممكن حب في يرجع تاني، ده الزنزانة مش مثلا حدش، ده مش يعني لا هو سوري، حاجه زي كده. ما حب في الزنزانه مش زي حب في الهروب، الزنزانة، يو كان ارجيو ان الحب هو فوق هضبة الهرم، كان ممكن يبقى عادل امام، يعني وكان حب فوق هضبة المرحله الهرم السنيه دي ده كانت دور مناسبه ممكن ليه. عادل امام، اللي هو ورومانسية ومش محتاجة تقمص شخصية قوي او لهجة مختلفة. بس فعلا سؤال من الايه الناس اللي بتحب السينما المصرية ممكن تتأمل فيه كده وتركز فيه يعني. صديقك بقى اللي هو ممكن يقول لنا حاجة زي كده، اللي هو اللي انت استضفته احمد شوقي، اعتقد هو اللي هو اللي انت عملت معاه طبعا الحلقة بتاعت خان، ممكن هو بقى اللي يقول لنا يعني الانسايد، ممكن يكون عنده معلومة، ممكن يكون عنده انسايت اكثر مهنية من الكلام الحبي اللي انا بقوله او اللي انت بتقوله. لكن انا يعني محتاج اجاوب على السؤال ده، ليه عادل امام ما عملش مع علي عبد الخالق؟ ليه عادل امام ما عملش مع عطف الطيب؟ خلاص المشروع بتاع عادل امام خلص خلاص، وابنه اعلن ان هو اعتزل، وهو واضح انه اعتزل خلاص لسنه وكده، لكن انا حاسس ان كان في حاجات احسن كتير ممكن تطلع. طبعا المثل الامريكاني يقول لك هايند سايت از اولويز 2020، يعني لما تبص على الاحداث من ورا بعد ما تعدي من عليها تقول والله ده كان ليه، يمكن وقتها كان في حسابات تانية في كارير كل واحد فيهم. جميل ممكن يكون عاطف الطيب هو اللي ما يحبش يشتغل مع عادل امام، انا يقول لك ده هيتحكم في الشغل بتاعي ويتحكم في طريقتي وانا ما احبش كده، فما بيروحلوش اصلا. صح. لا احنا طبعا كمان يعني يساعدنا مرة ان نجيب احمد شوقي معانا كضيف في فيلم يكون هو برضو بيحبه، يا وساعتها ريت نزنقه ونسأله السؤال ده اكيد يعني. يا ريت هو اللي يختاره، هو اللي يختار الفيلم. بالظبط بالظبط. السؤال الاخير بقى اللي بنحب نسأله دايما، هل الفيلم ده ممكن يتعمل دلوقتي ولا لا؟ لا 2023 طبعا 24 لا الحريه الابداعيه، الفيلم فيلينايزنج الداخليه ومطلع الداخليه اشرار، اشخاص مانوبوليتيف واشخاص لا اخلاقيين باستثناء شخصيه ابو بكر عزت، لكن مطلع واحد شخصيه متوتره وعايز يداري على اخطائه اللي هو حسن حسني، اللي هو اللي هو الرانك العالي اعلى واحد فيهم، ومحمد وفيق ضابط لا اخلاقي بالمره. فما اعتقدش ان فمطلع الحكومه كلها يعني مش كويس، فاعتقد ان دلوقتي مساحه الحريه مش موجوده قوي انها تسمح بعمل زي ده دلوقتي، اعتقد يعني انا انت متفق معرفش معاك، رايك ودي ايه حاجه يعني. من اسباب لا لا متفق جدا، ودي حاجه من الاسباب اللي الناس لما بتقول احنا ليه مش زي زمان، ده احد الاسباب. خلينا صراحه يعني ان احنا ما نقدرش ان احنا نعمل فيلم زي ده دلوقتي. فلا متفق معاك، متفق معاك في دي. ممتاز جدا، شكرا جدا يا سمعه كالعاده يعني، دردشه بالذات في يا الفيلم بيه ده، مش ربنا عارف حاسس يخليك، ان الفيلم ده بالذات حاسس ان ايه يعني استمتعنا بيه اكتر والله قعدنا كمان. لو قعدنا نتكلم 24 ساعة مش هنخلص لا لا الفيلم ده فيلم بالذات. فيلم رهيب رهيب، ويا رب الناس اللي بتسمعها تكون استمتعت برضو. وبفكركم يا ريت اللي على يا رب اليوتيوب يعمل لايك وسبسكرايب، واللي بيسمعنا على البودكاست يا ريت وشير تدونا ريتنج وشير طبعا، واللي على البودكاست تعملوا ريتنج وتدونا ريفيو، الحاجات دي دايما بتفرق معانا. هو انا طالع وصوتي رايح عشان خاطركم، فايه يعني ايه، يلا ألف بقى سلام عليك، الله يسلمك، يا رب صوتي يكون ايه مش سيء ألف سلام للدرجه دي. عليك. وشكرا جدا يا سمعه، نورتيني كالعاده، وشكرا أنا لكل اللي الناس أشكرك اللي على إتاحة الفرصة، يعني مهما قلت لك على يعني سعادتي لما ببقى معاك، وبيبقى يعني لما بشوف كده الفيديو نزل والناس مبسوطة بيه وبتتفاعل معاه، ده يعني بيبسطني جدا، فبشكرك تاني على إتاحة الفرصة العظيمة دي. أشكرك أشكرك أشكرك، Anytime. ماشي، ربنا يلا يخليك. على لقاء جديد الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا.